أقول يا عامر لا تقرر أي شيء لين تسألني. أهلا تركي، كيفك؟ تمام توني، أهلين. مرحبا. هلا، وينك يا رجل؟ صرنا أسبوع ما شفناك. أبد والله، كنت مع حبيبنا عامر قاعد ألف على الديرة. أهلا وسهلا، تفضلوا، أستاذ جاك بستناكم. لا 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 لا، ما يصير ذا الكلام يا توني. بصراحة 150,000 كثيرة على 3 طن عسل. احنا العسل في السعودية يجينا من دول مختلفة وفي منافسات كثيرة، وبصراحة هذه خسارة كبيرة علينا. ولا تاخذت؟ هذا اخر سعر بمنحكم اياه بصراحه، لانه اول مره بتتعاملوا معنا، ولانه بعرف انه في علاقه صداقه بينه وبينك يا تركي، فبتمنى انكم تقرروا، لانه كثير مشغول وعنده مواعيد ثانيه. انا مقدر الكلام هذا من مستر جاك، بس ممكن تعطونا كذا 10 دقائق انا وزميلي عامر عشان بس يعني نتناقش شوي ونجتمع؟ 10 دقائق ما في مشكله، تفضل خذوا راحتكم. تفضلوا شباب، هاي فرصة ما بتتعوض، تشاوروا ردوا لنا خبر. شكرا توني. صاحي انت ليش تماطل؟ تبي الصفقة تضيع علينا؟ سعر الكيلو ب50 ريال، يعني بالرياض تبيع ب200 بالراحة. هذه تجارة، لازم نفاصل في السعر عشان ناخذ أحلى سعر. يا شيخ طير أنت مسوي فاهم. وش ذولي؟ الله علمي علمك، بس خلني شق يلا.
გადნახე ცოცხალი არა ვინ დარჩეს. მოწმე არ დამიტოვოთ. სადგან ვინა და მოთი. ჩქარა! نبي واحد يتكلم عربي. شتات! اسكت يا ابن الحلال اسكت. هذول ما هم فاهمين علينا. ولا بيفهموا. وين برالي قدبا جيكي سادميسي ميغو برميس غازراك قليلو باشي. ساكاكولو سيسخلي سامارتلي سكودكسي سامازو زاميتوت خويته مخلص تانخبا. We don't understand. No English. No Georgia. شتات! نبي محامي. هذا ظلم ظلم. ليش يتهمونا بالقتل؟ لا والمشكلة بعد يبيه يحاكمونا. أزل خلهم يحولونا المحكمة، أكيد القاضي بيكتشف براءتنا. ما أنت ملاحظ إنه العصابة واصلة؟ يعني الموضوع فيه فساد. كله منك ولا انا وش لي بتجاره العسل؟ تعال يا عامر بنسوي بزنس بنصير اغنياء بنكسب ذهب واخرته وشو؟ قضيه قتل. وانا وش دراني ان جاك متورط مع العصابات ولا يدفع لهم الليتوات؟ اقول اسكت بس. الله يخرجنا.
قول هذا وش فيه كارهنا كذا؟ أدري بورتي أخلبي يقولون ذا قرود نزوجه أخلبي أوه إسن يا أخلبي أنا نعم تورعون ذا قيت خلق وين مابشي أربع زروب رقيت ببيري أنتو رقنا خيش فقوري قربة ميوري شيشي نبولي ميبس سالموت بيشبو ميبس سالموت داوي شالت الحقير والله ما خليه اتركه يا عامر انا متاكد ان وراه شيء اركب بديتي احنا شباب البوم يا شباب البوم يا
არავის არ აქვს ჩემი ზედამხედველობის დროს ჩხუბის მოწყობის უფლება. თუ ჩხუბი გინდათ, ამისათვის რინგს მოგიწყობთ. გასაგებია? გასაგებია? გასაგებია. გასაგებია? დაიშალეთ. مصارعة؟ مصارعة في السجن؟ لو تحملته شوي ما صار هذا كله. فوق ما احنا مظلومين، تبي نتحمل ذل وهانة؟ ما اقدر. انتوا شو مسوين للعصابة؟ وانتوا شنو راكب العصابة؟ روني اللي تحركش فيكم، وهو من عصابة معروفة. بيسلطوه على الناس اللي ما بدهم اياهم بالسجن، وسبق وقتل واحد الاسبوع الماضي، وشكله ناوي لكم. انتوا شو مشكلتكم معهم بالضبط؟ احنا شهود على جريمه قتل شفناها، والمفروض انه ما شفناها. لحقونا العصابه بغوا يقتلونا، مسكتنا الشرطه وجابتنا هنا، والمحكمه ان شاء الله بتظهر براءتنا. تبرئكم؟ ترحم على حالك احسن انت وياه. العصابه ما راح تخلي مشكلتكم توصل للمحكمه حتى. رح تنتهي هون، والمسؤولين بالسجن متآمرين معاهم. Отход! Файт! Oh!
عامل عامل قوم يا عامل عامل يا أخوي أحمد هذا مجنون، وشلون نبي نحاش من ذا السجن وسط هالحراسات المشددة ذي كلها؟ يقول إنه مرتب الموضوع وراش الحراس. هذا مجرم ويشتغل مع عصابة. إيه بس عربي وخايف علينا. هذه مخاطرة وخايف ننذبح فيها. هذا هو الحل الوحيد، العصابة ما راح تخلينا نروح المحكمة، وإذا هي موتة موتة نموت وحنا نحاول، أشرف لنا. لا 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 لا, لا. أنا ما عندي استعداد أتورط مرة ثانية، ولا عندي استعداد أموت بطلقة رصاصة. أقول نم.
يا نجم. عامر يا اخوي هذول صاملين. قلت لك ما صدقتني، والحين ما لنا الا خطه احمد ولا بنموت باي لحظه. شو ما تبي تقول له اخي؟ شنكت مولدوفا. واخوياك ذولا يقدرون يساعدونا؟ نحن عصابة منافسة لعصابة أرنولد، مستعدين نعمل أي شيء لنتخلص منه. عامر هذا مجرم زيه زيهم، لا تصدقه، لا تثق فيه. لو كلامك صحيح ما كنت ساعدكم تهربوا من السجن، ورح ساعدكم لتدخلوا لبيت جاك. متأكد أنه في كاميرات مراقبة جوا، والسلاح علي. تركي، ما هو بأن تقول أنك حافظ بيت جاك شبر شبر؟ صحيح. أجل مشينا. مدير سامي قد سيقوك ليا كار كوي ارتيبا ظنك في حد هنا؟ ما بعرف،
بس خليكم حذرين لبين ما نوصل لغرفة المراقبة. يلا مشينا. أقول يا شباب، أنا أعرف مكان غرفة المراقبة، خلوكم وراي. يلا. الحمد لله، هذا دليل براتي ولقيناه. إيه بس أخاف إذا سلمتهم إياه يتلاعبون فيها ويخفون. لا، أنا تعلمت الدرس وأعرف من أسلمه له. يلا مشينا. يلا يلا. لا يا شباب، أنا ما أجيكم الاستراحة إلا نادراً. كيف تبوني أقط؟ عيب عيب، الأسبوع اللي فات جاي 5 مرات. قوي وجه أنت، جيتكم ضيف. مسير سير، جيب معاك أغراض، فسفس، عشاء، أي حاجة، ما تجي يدك فاضية. خلاص يا عيال، روقونا وغيروا ذا السالفة. المهم يا عامر، أبي سيارتك للي بحمل عليها أغراض بكرة وبروح الحراج. هذا اللي ناقص، ما تبقى طب استراحة تتاخذ الهلي. اقول تلين بس بنروح انا وعامل المزرعة عليها الصبح. قم يا ودلع مشينا. وش تراها هلي وانا عامر اقول خلاص، منة الله ولا منة خلقه، اباخذ سيارات عمي. ايه لا تطقطق على الهلي. ها الهلي هذا اللي تطقطق عليه توك طالبة مني ومكرشت. يلا مع السلامة، امشي. مع السلامة. هلا صالح، اسمع 5 دقائق وانا عند باب بيتكم، لا تلطعني مثل ذيك المرة. ايه سريع سريع. يلا مع السلامة. الهلي الهلي انسرق. الو هل يصير المفتاح مع عمي؟ لا ابوي نايم، المفتاح معي. يا سفابه، لا يصير بس اللي سارقه ينقز برصيف ولا يلعبه. اقول لا يكثر بس، دزه للشرطه. يلا تكفى يا حضره الضابط، ابيكم تمسكون هل سرق سيارتي باي حال من الاحوال. ابشر يا عم، احنا بلاغك الحين وسجلناه وانتهينا، تقدر توكل على الله، واي ملاحظه ان شاء الله راح نتصل فيك اول باول. جزاكم الله خير، والله يكثر من امثالكم. الله يحييك. بسم الله. جزاه الله خير، جزاه الله خير. اي والله جزاه الله خير. وش جابوا ذا هنا؟ وش دخلك بالعالم؟ امشي امشي، خلنا ندخل. بس السياره من وين سرقت؟ من قدام البيت، طلعت الصبح وما لقيتها. تكفى يا حضره الضابط تكفى، الهلي راس مالي رجعوا لي. ابشر ابشر، استماره السياره موجوده معك؟ الاستماره بالهلي حاطها بالدرج. طيب حافظ رقم لوحه السياره؟ اي حافظها،
دال لام ميم، لا دال لام نون. ذكرني باسمك معليش. عامر. الله يحييك اخوي عامر. عندنا يا عامر نظام، اي بلاق في اي سياره مفقوده لازم تحضر الاستمارة الاصليه او صوره منها. معليش الصوره موجوده عند الوالد بالبيت، ابو راح اجيب هوجي. يلا توكل على الله. يلا مشينا. عاش ما خليت السياره بوضع التشغيل. الا مخالي وضع الطيران. انتظر ما سالتك اسال ولدي. يقصد السياره انسرقت وانا نايم. بلا والله ما دوجانك ولفك ودورانك وقعودك من الاستراحه. الاستراحه ما لها دخل يبا، السياره انسرقت من عند باب البيت. ما خربك والله البيضه المارزه سويلح. افا انا يا عام. ايه انت انت انت. خلاص يبا، احنا نبي صوره الاستماره بنوديها للضابط. طيب تتمحد. تركي. تركي؟ ايه تركي، نسيت امشي بطلب السياره وصرفته انا. انا متاكد انه تركي، نص شوحنا استراحه هو اللي زالفه، الرجال حرامي. تقول صادق. يا حضرة الضابط، تركي حسود ومن يوم حنا صغار وهو ناشب لي بكل شيء. ايه بس ودي تعرفون حاجة واحدة، انه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء له الأحقية ان يرفع عليكم دعوة في المحكمة. اقصر قبتي تسنى مو بهو وروح وما جاك علي. يا حضرة الضابط، تركي هو اللي سرق الهلي. يا عيال يا عيال خويكم امسكوني، ما سويت شيء، ما ادري شنو مزين يا اخي. فزعة يا عيال تكفون. عامر صالح يرحم والديك. اسحب عليه بس. انا يا عامر سارق سيارتك؟ انا تركي خويك. الخوي ما يسرق خويه يا خاين العشره. اسمع انت وياه لا تكثر كلام. تركي السياره اللي اخذتها وين وديتها؟ اعترف لي هالحين. المتهم تركي عليه بلاغ بسرقه سياره اخرى اسم محمد بن سعد بن علي. هذه سياره عمي. ودي توقف. يلا يلا ودي توقف يلا بسرعه. يا هو يا عسكري يا عسكري، والله ما سويت شيء يا ابن الحلال. من زينك يا عامر اسك سيارتك للهلي. بريء والله بريء. لا يا شيخ بريء، كل الناس اللي تجون هنا يقولون بريء بريء. معك تركي. معك مطلق. انت ايش قضيتك؟ لا ما سويت شيء، بريء زيك. يا الحبيب يا الغالي، انت ويا ولادك. تركي ولد اخوي فشلني قدام ناس واجد، انا وهو انا عمه سرق سيارتي مرتين، بس وش تبغى اسوي؟ وش تبغى اسوي يا الربع؟ ولد اخوي واخوي الله يرحمه موكلني عليه. طلبتكم يا الربع تكفون انكم تتنازلون عن القضيه. وشلون نتنازل والسياره ما ادري وينها؟ أكيد إنه يا صاد من فيها أو شاب من فيها. ولد أخوي عارفه زين، حقودي وحسودي وتذوب بعد تذوب. طلبتكم تكفون يا رب، تنازلوا على القضية. والله ما تنازل. والله ما تنازل. لا تنازل خلاص، لا أنت ولا أبوك لا تنازلون أبد. خلوا ولد أخوي يقعد بالسجن. أقعد يا تركي، أقعد يا تركي. إلا يا عامر، وين تركي مختفي كذا بعد ما زبدنا له ذاك اليوم؟ اخ بس اترك عنك بس، والله يا لادم اذا صار بهني جاسه. اوف اوف ليش يشبه؟ بعدين نعلمكم شو مسوي، ركز باللعبه الحين. اقول لك يا عامر، بكم اشتريت الهلي وكيف قطع غيار؟ غاليه ولا رخيصه؟ لانه انت عارف الوالد بيشتري واحد زيه. الو. أبغاك تجي مركز الشرطة بأقرب وقت، الله لا يهينك. أبشر أبشر. يلا ولد العم، ورانا مشوار بخصوص الهلي. اسمع يا عامر، بعد التحقيقات والتحريات اكتشفنا أن تركي بريء وأن اتهامك له باطل. متأكد طال عمرك؟ ترى حتى عمه ما سلم منه، عاد شلون أنا؟ بالنسبة للموضوع، عمه حضر عندنا هنا وتنازل عنه، ولا في أي سرقة بينهم، كان خلاف عائلي. ترى تركي رفع عليك قضية رد اعتبار وطلع من هنا. من عندي ما في طلعة. اتصل شوف لك كفيل يجي يكفلك هنا، ولا ما تفرح بالطلعة. أبشر أبشر، أبدق على الوالد يكفلني. ألو. هلا يبا. حنا جيران ونعرف بعض في زمان، والله يهدينا وياكم، ترى الأمر سهل ونبيكم سامحونا. شوف شلون كذي يا عمي، وش يقولون؟ إيش اللي موضوع بالسياسة؟ اسمع يا حارة، على كيفك؟ يومين يومين في السجن، يومين ملطوع اكل عدس ومويه، وجاي تقول لي سامحونا؟ على كيفكم انتم؟ وكلها بسبه ولدك
وهالملحوس صويلح. لا تقول ملحوس، بعدين عمك لينا كبك انك سارق موتره. الا ملحوس وزياده، هالهمر. شف ولد اخوي الكريم الحبيب النبيل رضي الوالدين تتهمونه بالسرقه؟ لا يمكن اسمح بذلك ابدا. لذا اذا تبغون نعفو عنك وعن اللي صار في اتهامكم ولد اخوي تدفعون 50,000 ريال، 25,000 الولد اخوي و 25,000 لحضرتنا. وش قلت؟ عجيب والله. الله يعين، بس انا عندي 10,000 مجمعها من سنين. وانا عندي 30,000 والعشرة بدبرها ان شاء الله. العشرة ما يلزم الدبرة، عندي يزهلة. بيض الله وجهك. عدت على خير يا ولد العم، وقضينا موضوع تركي. اي والله، ولا كان بلشنا. لو ما اعطيتك 10 ترى الحين بلش بعمري. ايه لا تقدلنا. خلاص يا حبيبي، فلوسك بترجع لك. تعرف ارانا مصاريف والتزامات، ها منه الله ولا منه خلقه. قلت لك فلوسك ترجع لك. قضينا من الموضوع ذا مير، الى الحين ما دريت من اللي صار قهر لوكس. لو ادري كان قعدت معك الذهين. شوكش يا شيخ طير. قال ايش؟ قال شوكش. قص رقبتي تاني، مو هو بشوكش. تذكر احنا بس تراحه مو قاعد ينشد عن قطعه غيار حق لوكس، شرط انه هو على اساس انه ابوه بيشتريه لي. ما انت مصدق ابو شوكش بيشتريه لي؟ الا والله يا بياخذه ويقصق يسوي بيعه. خذ العلم من تقول صادق. داور داور للشرطه، داور. اي متاكد و100% بعد على قص رقبتي تسانه مو بهو. طيب تقدر تفيدني باي معلومه عنه؟ اي اقدر، واقدر اعلمك وين هو فيه بعد الحين. عامر يتهمني انه انا سرقت سيارته؟ ايوه يتهمك انك سرقت سيارته. وين حطيتها؟ انا؟ ايوه انت ما تفهم. شوف شوف الحين بيدخل عليه بيخرشه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وين الناس مختفين؟ جن اختفي ويصلح قلبك. بس نسأل يا ابن الحلال، نسأل يا النفسية، ايش فيك قلبت علينا؟ دامك تسأل مشغولين مع اهالينا. اوكي اشوفكم من شباك البيت انت وصالح رايحين جايين بالسيارة. لا يا شيخ، مسوي قافط انت وجهك. والله كلكم نفسية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا تركي، هلا. يلا حيا، تفضل تفضل. قب قب دعمت وياه. يلا يلا يلا، هناك 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 لحد جي. اقعد حياك الله. اقعد. احب اقدم لكم مطلق صديقي وتاج راسي واخوي. تدرون وين تعرفت عليه فيه؟ تعرفت عليه في مكان ما يعرفه الا قليل الخاتمه واللي ما تنفع معهم العشره. اعتبر استراحت راحتك، خذ راحتك. انتهى الموضوع يا ابوي، دام عرفنا المكان انتهى الموضوع. يا قوي وجه بعد ذا. اسمع تركي، لا تقول له شيء ابد. يفله، خذ راحتك يا تركي. هلا والله، هلا والله بمطلق. الله يبقيك. يا هلا يا هلا. تغديت ولا لسه؟ لا والله، على بطني على بطني من العدس اللي ضربنا فيه لين امتلأت بطوننا. افا عامر سم. انجز انجز، جيب العمك مطلق مندي نفرين لي وله. بس مقص. ابشر ابشر مقص. ابشر ابشر الحين بسرعه. وانت يا صويلح يا الحصري سم، قم قم صب شاهي العمك مطلق. قم اخلص ابشر بسرعه. تقعد اسمع، انت وياه، انت وياه يا كفته وياسر، انت بالذات مالكم دخل. لا حد دخل الموضوع. طيب مفهوم. وانت كفته ياوا. كفته بالله دق على شوكش ياوا. جواله مقفل. غريبه، ما هي من عوايد شوكش يقفل جواله. يمكن انه مات يا اخي. اذكر الله، وش اللي مات انت وجهك؟ لانه اي واحد يقفل جواله يجيني احساس انه صار له حادث ومات. يرحم والدينك، لا عاد تحس ابدا، خليك ساكت. نسوي وش نسوي؟ دق مره ثانيه يمكن شبكه. الحين وش الوضع مع تركي؟ شكلي مزمد له. لا لا انتبه، تركي فضيحه، بيعلم عيال المتهمين ومتهمين شوكش بالسرقه، وان ما نستحي ولا نقدر الخوه. طيب وش العلم؟ العلم سلك له لين تثبت التهمه، ويعرفون عيال انك ما اتهمت لو انت صادق. ايه
هذا شورك؟ هذا شوري ما جاك عندي. أجل شورك وهداية الله. والله يا أغبني مردودة مردودة. بتوسع صدرك عليك. أنت ما شفته شو يقول؟ بس حركاتك أمس مع عامر وصالح والله ما لها داعي، وخاصة قدام الضيف. أنا ما أسوي شيء ياسر للهدف. كيف يعني؟ شوفوا، قد شفتني يا ياسر أتآمر عليك أنتو كفتة؟ لا والله، بس لو تكرمت يعني تعلمنا وش السالفة. الله، لو تكرمت. شوف 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 الأسلوب، أسلوبك رائع أنت، يخليني أصالحك، يخليني أعطي كل اللي عندي. شوفوا يا جماعة، أبا أقول لكم كل شيء بالحرف عن عامر وعن صالح. كلنا منصدمين من اللي سواه فيك عامر وتركي قبلك. كله من ذي يا صالح. إي والله أنك صادق. هنا المشكلة، عامر يصدق صالح في كل حاجة لأنه ولد عمه. الله يعين. المهم يلا هنا ماشيين، تبي نجيب لك أكل من البيت من المطعم؟ إيوه أبغى أكل. إيش تبغى؟ سوشي. ما هو؟ سوشي. الحين السوشي ما أكلته أنا وأنا برا السجن، تبي أجيب لك سوشي هنا وسط السجن؟ المهم جيب لك سوشي حقكم إن شاء الله، ما أنتوا يغمش. وبجيب لك معصوب. يا ود العم الله إني ودي أقول لك شيء بس متردد. أخلص شو عندك؟ عن الهلي. لا تقول الزرافة ياسر ولا كفتة مو بشكش. لا لا دا ولا دا. ما بقل لك شك في أبوي أنت. إيه تراك نكبت أم العالم. الله يصلحك، الموضوع أسهل من كذا. وش عندك يا أسهل من كذا؟ تذكر يوم طلعنا أنا وياك من استراحة؟ يوم يطلب منك ترك الهلي وكرشته؟ إيه أتذكر قبل 3 أيام. الله عليك، أنت رجعت معي للاستراحة أو لا؟ إلا بس من وين أخذتك أنا؟ دزها يلا. وعقبه رجعتك البيت، وصير ناخذ متارك من المحطه. باكر وعدنا الصبح ومره نطلع جميل المزرعه. ابا دزها لها يا ولد العم. ورا ما قلت لي انك من سيارتي بالمحطه. والله ما تذكرت إلا البارحة العصر، ومن وقتها ما أدري شلون أقول، خاصة عقب ما نكبت أنت تركي وشكش. يا شيخ متذكر من أمس العصر ولا علمتني؟ وبعدين تعال، أنا اللي نكبت تركي وشكش ولا أنت؟ الله إني مستحي منك يا أبو دلعم، بس أبشر بالعوض. أبشر بالعوض ها؟ دزها دزها المحطة دزها. شو أسوي الحين؟ دزها. نلقاها نلقاها. وين سيارتي؟ متأكد إنه موقفها هنا. اي والله مهيب وشكلها سرقت. دزينا دزينا. جو 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 جو. المعذرة طال عمرك، الهلي كنت ناسيه عند المحطة، ووقتها كنت أحسبه إنه انسرق، بس المشكلة الحين إنه انسرق صدق. انسرق؟ يعني الحين تبي تسوي بلاغ مرة ثانية؟ إيه. عسكري دخل الرجال اللي حصل السيارة قبل شوي بسرعة. ما شاء الله لقيتوا الهلي. كفو بيض الله وجيهكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير. يلا حيا ابوي. اي ابوك. ابوك حصل السيارة بالمحطة قبل شوي وجابها والغى البلاغ. الله يعطيه العافية. الله يعطيك العافية يبا، ما قصرت. عسى الموتر ما في دكشات. لا والله وانا ابوك الدقشات براسك. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. الحمد لله إن لقينا الهلي والأمور انتهت على سلام. تمرنا بشيء؟ لحظة نامر على أشياء. وين رايح أنت؟ أنت متهم أخوياك إنهم سارقين السيارة ومزعجنا ببلاغاتك الكاذبة وتبي تمشي على طول؟ والمطلوب؟ المطلوب نبيك تجلس عندنا شوي. أنا؟ إيه أنت. الله يكون بعونك يا عامر، لا تنسى عشره اللي أبي منك. لحظة خلك معاه. طب عادي خلي ابوي يكفني. ام عاصي يا هالكوخه ماني مكافلك. توص فيها وتكفى يا حضره الضابط. هو ولد عمه. هذول ادواهم عندي ان شاء الله، لا تشيل هم يا عم. توكل على الله. عسكري
ابلش. اركب بديتك. احنا شباب البوم. في بعض الناس ما دفعوا القطة لين دحين. حنا دفعنا لك القطة زي كل شهر، كيف يعني ما كفت؟ لأن القطة الشهر ذا ما اكتملت. يا شباب اصبروا علي كم يوم إن شاء الله وأدبر القطة. أبشركم يا عيال، جتني طلبية وتحديد السعر فيها 70 ريال. يعني العشاء عليك الليلة؟ أبد أبشر، أنا بروح الحين ألحق على العميل عشان ما أتأخر عليه، كلها ساعة وجايك. خلاص أبشر، ترى ما إحنا متعشين ها؟ ننتظرك. كويس جاء عشب النوشي. وش تبي انت؟ شاورما مع المايونيز. معليش يا اخوان، ترى اللوكيشن حطني هنا، لو اني داري كان ديوار توقفت هنا عشان ما تتعبون. لا لا عادي، اصلا بيتنا له بابين، من هنا ولا من هنا كله واحد. يا هلا ومرحبا فيكم. والله هلا والله فيك. تسمعوا شيء؟ شغل اي شيء عادي. يا شباب وصلنا الموقع، وين اخوياكم كاشتين؟ شوف انفتحت فمك بكلمه بفجر راسك. ها بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني اعيش. بسرعه خلص جيب الغراب. قايل لكم بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني. بسرعه جوال. ان شاء الله ان شاء الله. هات الرقم السري. كم؟ 2255. قايل اخرج على قفلك. جيب الاكلاود بسرعة. اي كابيتال من 1 ل 6. تكذب علينا انت. عطني اياه. اعطيتك اخر فرصة والحين برميك. والله اعطيتكم اياه صح، يمكن دخلته غلط. جرب مرة ثانية. طيب فتح الان. افتح الباب ونزل رجولك بس بسرعة. اسمع كلامي. شويش شويش شويش. نزل راسك. انزل بعد زود. انزل انزل بعد زود. انزل. تأخر، ما جاء بالعشاء، جعنا يا أخي. غريبة، مع إنه قلبي يوصل مشوار ويرجع. يا عيال أنا متجوع وعشاكم علي. كيف؟ سلامات سلامات. وش فيك وش فيك؟ ذابح احد انت؟ ما ذبحت احد، هم طقوني وخذوا اغراضي وسرقوني، سرقوا سيارتي. تكفى ساعدني. لا حول ولا قوه الا بالله. وش هالبلوى؟ الو الشرطه.
عندي بلاغ لو سمحت، عندي رجال بين الحياة والموت، تكفى ارسل لي دورية وسيارة إسعاف. وبعدها رموني برا السيارة ونحاشوا وخلوني بين الحياة والموت. طيب وش أخذوا منك؟ أخذوا مني بطاقة الصرافة والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات والسيارة. لا يكون أعطيتهم معلومات الآي كلاود الخاصة فيك؟ والله عطيتهم، بس ما أدري إذا كانوا عمداهم يحفظونه ولا لا. طيب كيف كانت أشكالهم؟ بشرتهم كانت سمراء، واللي قدام لابس أسود، وكني شفت اللي قدام لابس سوارة بلاستيك سوداء. على كل حال الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر إن شاء الله. الآن المستشفى بيسوي لك أوراق خروج وتوكل على الله، وأنا تابع الموضوع بنتصل فيك أول بأول بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، قدامك العافية إن شاء الله. سجلت كل شيء؟ يلا. باسل يطلب مني 1000 ريال، ما قد صارت. هذه رسالة من صديق ياسر عامر. يا ورع، ما لقيت تطلب فلوس إلا مني. يلا لا عاد تتصل. يلا شكلنا طحنا في واحد طفران، دوروا واحد غيره. لا تخاف يا أبو عمر، بنصيد واحد غيره. بعدين اسمعوا، لا تسوون أي شيء إلا بأمر مني، مفهوم؟ ابشر. يا خردة، لو تلعب معاه 100 جيم برضو ما حتفوز علي. العبرة في النهاية. العبرة في النهاية. ألعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامات ياسر، إيش فيك؟ إيش حصل لك ياسر؟ كويس إني باقي حي. يا أبوي قول لنا إيش الهرجة؟ وإيش فيك أنت؟ اسمعوا، لازم تتحركون بحذر أول بأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السريع. هذه اللوحة ضبطتها يا أبو عمر. كفو. حلو، يعني الحين يمدينا نمشي بالسيارة وما حد يصيدنا. إيه بس مثل ما قلت لكم، ما حد يسوي أي شيء إلا بأمري، مفهوم؟ مفهوم. من وين أخذتهم؟ من بيتهم. من بيتهم؟ أنا متأكد إنهم ساقوا عليك. ها دلني وين المكان بس. خلاص يا عامر ما لها داعي، الضابط جاء وخذ المعلومات كاملة، قال نتصل عليك بعدين. إيه ما يخالف، بس أنا بساعدهم. كيف تساعدهم يا عامر؟ يا أخوي بساعدهم، يمكن نلقى معلومة، نلقى شيء. خلاص رح سيدة، اللفة مو بذي الثانية، رح يسار. الله يا ابن الحلال، مطلعنا في ذا القوايل، مسوي تكشف ذا العصابة. ايه بكشفه، وانا عرفت اللعبة اللي لعبوها عليك. وشي؟ اسمع، هم حطوا لك الطلب باللوكيشن هنا، وجوك من الجهة ذي، وبكذا لما ركبوا معك انت اللي حست، ما تدري هم جو منا ولا منا. صراحة كلامك منطقي، بس وش نسوي؟ انا اعلمك، نروح لشركة سريع وناخذ بيانات العميل، وبكذا نصيده. الله يستر من افلامك ولقافتك يا عامر. يا حبيبي وش افلام؟ هذا حسمني، وانا بوريك اذا ما طلعتهم ما اكون عامر. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توصلنا على نهاية الشارع يا اخوي؟ لا 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 لا، انا ما اوصل احدا، خاصة انتم الاثنين، انا عارف نواياكم، انتم بتسرقوني زي ما سرقتوا ياسر. ياوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت نبي معلومات عن اخر عميل طلع مع ياسر، لو اعتبرك 3 3 6. ما أقدر أعطي معلومات إلا للجهات الرسمية. بس الله يطول عمرك، هذه سيارتي ويحق لي أعرف. عطني إثباتي. الصراحة إثباتي من ضمن المسروقات، بس معي صورة. أعطيني الصورة اللي معك. طيب استريح هناك شوي لين أخلص وبرجع لك. يلا. هاي يا ياسر، ما قلت لك بفكك من ملابسات القضية وأوصلك العصابة؟ هذا لهم. تفضلوا. الحين أنتوا قاعدين تقومون في عمل الشرطة،
وتعرضون انفسكم للخطر، ليش؟ ابد طال عمرك، حبينا نساعدكم. بتعطلنا انت ما تساعدنا. احنا اخطينا الله يطول عمرك وان شاء الله ما تتكرر. عموما سيارة ياسر استقبلوا فيها طلب لعميل من برنامج سريع وسرقوه. سرقوه؟ ايه سرقوه. لكن احنا ان شاء الله بنتخذ كافة الاجراءات ونجيبه. بس انتبهوا يا شباب، لا تقوموا في عمل الشرطة. وتقدرون تمشون حفاظا على مصلحتكم ترى وعلى سلامتكم. ابشر. ابشر الله يطول عمرك. امشي. يا عامر خلاص فكنا من ذول اللي زرفونا والشرطة تعرف تجيبهم. يا ابوي خلاص لا يكثر، نبي نروح للاتصالات نطلع لك شريحة. وش استفيد من ذا الشريحة ما دام ما معي جوال؟ يا ابوي نطلع لك شريحة وبعدين ندبر الجوال، خلنا نعرف نتواصل مع بعض. يعطيك العافية، شكرا على الهدية، ما قصرت. بس كيف هديتي؟ يا اخي اشغلتنا 20 مرة تقول له هديتي هديتي. اقول افتح الاي كلاود بس. هذا حاول يدخل كلاود وسوت له رفض والآن اطلبه لي مرة ثانية. اقبل، هذه فرصة لنا. أبشر يا عيال، فتح الموقع. أم عاد ممتاز، هذه أهم خيوط القضية، ادخل شوف جهازك وين. شوفوني الموقع فيه في برحة شكله. مشينا. وين للشرطة؟ لا للموقع. امشي يلا. المنطقة هذه الموقع يقولنا في المنطقة ذي. هذا هو. ولا حركة. قوم 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 قوم. أغراضك أغراضك. ما عندنا ذا الجوال هدية. فات بلا هدية بلا هم. طلع أغراضك. ما مع شيء. طلع أغراضك أحسن لك. أخلص عدني. ما مع شيء. أقعد أقعد أقعد. سم وجهك هناك. وجهك هناك. أبشر وجهك هناك. أقول وش دخل مدرسة؟ أنتم ما تفهمون؟ كم مرة قلت لكم لا تقومون بدورنا وتعرضون حياتكم للخطر؟ طال عمرك حنا بس حبينا نساعدكم. أحد اشتكاك؟ شوفوا لا عاد تدخلون بعملنا، فاهمين ولا لا؟ ولا اضطريت أن أدخلكم التوقيف؟ لا التوقيف لا، الله يطول عمرك إلا التوقيف، آخر مرة والله. مصيبة يا أبو عمر مصيبة. وش اللي صار؟ السيارة المسروقة طلع فيها شريحة تتبع والدوريات تتبع تحركاتنا. جبتوا السيارة هنا؟ لا وين؟ إننا نوقفها آخر الحارة ونجي مشي. الحين تروحون تأخذون السيارة تبعدونها عن الحارة، ترشونها ببودرة طفاية الحريق، تشغلون المكيف على الحار، تكتمون السيارة علشان تحترق السيارة ولا يبقى أي أثر البصمات. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. نايف وعمر تروحون، وانت يا خالد تعال بيه. أبشر. ليش منادينا الله يطول عمرك؟ مسوين غلط ثاني؟ انتظروا شوي. تفضل. طال عمرك عمر ياسر موجودين الان. خلهم يدخلون. وين تحاسب نفسك انت وياه رايح؟ في نظام، في امن، في عداله تجيبك تجيبك. هذول افراد العصابه. ومسكناهم، تقدرون تاخذون اغراضهم. وان شاء الله انهم يلقون الجزاء اللي يستحقونه. ما شاء الله الله يعطيكم العافيه. طب شلون مسكتوهم من بدايه الحاله؟ وحنا بدينا التحري والرصد لهم، ولولا تدخلك انت وصاحبك هذا كان من زمان تم القبض عليهم.
اطرخوا يا عيال، هذا المفطح بمناسبة رجوع سيارة ياسر والقبض على العصابة. بيض الله وجهك يا عامر، كثر الله خيرك. عفو عليك بس ما سوينا شيء، هذا أقل من واجبك. يلا سموا. إيه اصبر، ما حد يسمي إلا ياسر يرجع الجوال اللي أعطيته هو هدية. من جدك؟ في حد يرجع هدية؟ بزر أنت؟ إيوه بزر، يرجع الجوال، أول جواله كان مسروق، دحين جوال رجع له، يرجع حقي. هذا نظامكم، امسك. يجي دحين سمه. اركب بديتي احنا شباب. يا صالح سم تعمل شيء؟ ما عرفتني؟ والله الشبه مو بغريب علي. ابو يوسف، ابوك في الجنه. ابو يوسف يا هلا يا هلا ومرحبا. يلا حي، شلونك؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير جعك بخير. وين 15 سنه عمر رجال، ما شاء الله ما تغيرت يا ابن الحلال. لا تقول شيء، بس انت الدنيا اخذتنا، الله يعين بس عليها بخير. المهم، وشلونك انت؟ وشلون اخوك ابو عامر؟ لا ابشرك ما شاء الله، لا اله الا الله، الممري عندي شغال، وابشرك انه بخير، وابو عامر بخير وطيب الحمد لله. المهم عشان ما اطول عليك، عطني 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 رقم جوالك عشان اتصل عليك وتجيني في محلي. يلا ابشر ابشر بالرقم، لازم تواصل. ساعه المباركه عادي والله. اصبر لحظه، افا الظاهر اني ضيعت الجوال. الظاهر انك مضيع من مطي من سنين ولا عارف كيف اهي. خلني اشوف ايش في البقاله. ناظر ناظر يلا. أقول يا الحبيب، تهون يوم شريت منك المقاضي ما لقيته جوال طايح ولا شيء؟ لا ما حصلنا شيء. العمال ما لقوه وجابوه عندك فيده؟ بشر لقيته. وشو؟ الجوال. أوه. ما لقيناه، ما بفيده. لا طيب، أخاف إنك ناسيه في البيت. يوم أطلع من البيت وأنا ما أخذه بيدي. لا تدري؟ تعال 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 تعال. الله يبارك بهذا الجوال اللي خلاني أشوفك يا أبو يوسف. الله مير يسلمك ويحفظك. اخاف يرجع الجوال راعيه ولا عاد اشوفك ابو عامر. يا رب اذكر الله، تعوذوا من الشيطان، انا ضاق صدري من هالجوال وانتم تضحكون مو بوقته. ايوه رد رد. اصص هل هلا وغلا بالطيب. اقول الجوال اللي معك تراه جوالي حقي وانا مضيعه. ياوة ياوة، ام جوال هذا لقيتوه في المسجد؟ ها طيب سدبويا لا تكثر في مهرج، دحين المرور يشبطني بمخالفه وانا اتهرج معاك فيان انت، وانا اجيب لك مجوال حقك حتى عندك. كافو بيض الله وجهك، جعلك تسلم. اجل انا اكلمك الحين من جوال اخوي وفي بيت اخوي، ابرسل لك اللوكيشن. والله يحييك، القهوه زاحبه. ها طيب سدبويا فماله. ابشركم اقله الجوال، يلا لك الحمد. الحمد لله، هناك العقلان. ابرسل اللوكيشن، هناك خير، احنا انبسطوا واستانسوا. اخلص علينا دقيقه، النت معلق. فتح فتح، جيب بطاقتك بسرعة. أصبر، أبي بالواجهة. حال ناظر، الواجهة كلها محجوزة. أهم شيء أبي مكان قريب من اللاعبين عشان البليه إذا نكب أزبد له. طيب خلاص هنا زين؟ طيب هنا زين. ولا ما تحضر معي؟ تخيل أروح معكم يا الطواقي، يبينا فازع لك لأنك ما تفهم في اللابتوب يا الدبشة. لا يا شيخ، أقول كمل جميلك ولا تسب يا القوطي. أكنسل؟ لا 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 فكراوي. ها أحجز أحجز أمسك. يا هلا يا هلا، الله يحييكم الساعة المباركة. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. يا هلا والله مرحبا. المهم يا الغالي يا ابو عامر، اللي فيه اليوم فيه الخير والبركة، وما له داعي الكلام. الله يحفظك. هذه جت صدفة، ولا مداني اسوي شيء، وحقكم علينا واجب. ان شاء الله عشاكم عندنا بالمزرعة بعسر. كفو كفو والله ابو اخوي، بيض الله وجهك. ولا يهون ابو سعيد، الحقيقة لك معروف علي. يوم لقيت الجوال فيه صور عيالي وصور ام العيال، فكن الله. المهم تراك انت بعد ما اعرف ايدك باسر العشاء في مزرعه اخوي. ابشر ابشر على هذه النخره، ولكن والله انه عيب عليكم كلام هذا، هذا واجبنا طال عمرك، وكويس ان تعرفنا على هذه الوجيهه الطيبه. اما من ناحيه العشاء فترني ميجي ميجي، الله يرزقكم ويقويكم ويغنيكم. باسر ان شاء الله انا بمر ابو سعيد وبجن وياه المزرعه، بس تكفى ولا عليك امر، ارسل لي اللي يقول عليه لوكيشن. ابشر يلا، تستاهل. حافظكم الله. امان الله. مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله.
تفضل يا اخوي الله يغنيك وتشثر خيرك. هاي اخي وش تبين اشنع معك وادبر باسر في العزيمه؟ الله يخليك اللي تسويه مقبول. السلام عليكم. هلا ابوي عامر. هلا بعمي. عادي والله طيب. انا اقول البيت منور ما شاء الله تبارك الله. هلا يبا. قهويت ولا قهويكم؟ لا بتهوي خل ادله مسانه. اللي ابو عامر ورا ما تريح باكر وتخلي جعله يسلم عامر يسنع كلش ويدبر كلش. اي بس عامر ما يعتمد عليه. افا انا خابر والله عامر رجال جيد وسنع من يومه صغير. قبل ما يتعرف على هالشلته التعبانه يسهر هو وياهم طول الليل بالصراحه وبالنهار يجينا فيده. وش السالفه يبا؟ لا تشوه سمعتي عند عمي. امحق سمعه. اسمع يا عامر ابوك باكر عازم الرجاجين في المزرعه الله يطول في عمره. وبيعطيك الدراهم وبك تجيب الذبايح وتسنع كلش. اي بس بكره قص تذكره مباراه الهلال ابو راح احضرها بملعب الجامعه. قايل لك اخوي ما ورا سنه هالداج هذا. جعل التذاكر ما تعود. اقول لك عزمت ابوك تقول هلال وما هلال. ابشر ابشر خلاص احاول اخلص اشغالكم قبل المباراه. وش اللي تحاول؟ انا بمرح عندكم فيدا في غرفتك بعد. اما سنعك ابوك سنعتك انا من الفجر تقوم وتشتري الذبايح وتدبر كلش وتسنع كلش. ابلش وشو؟ ابشر يا شباب نبى نخش ترند في السناب. كيف؟ انا اقول لك كيف. كفته هذه ورقتين زي بعض تمام؟ هذه تطلق عليها عبارية ابك تختارها وهذه حطها بجيبك تسوي مجنون خلاص تمام؟ ياسر ابدا تصوير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي. اليوم جاي لكم عزوز خفة يد جديدة. ايش فكك؟ هنا الحركات البركات. كفتة نقي ورقة انا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ممتاز نقيت خلاص. شوفوا يا متابعين هذه الورقة. ردها تمام؟ تمام ها؟ خد انت عشان تتأكد. تتحداني اطلعها من جيبك؟ اتحداك اطلعها من جيبي اذا انت راجل. هيا اعزائي المشاهدين شوف شوف. وشلون كذا عزوز؟ تصدق انك قوي؟ وريهم وريهم. لا 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 هذا تخبل هذا تخبل هذا لا 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 هذا مجنون هذا مجنون يا جماعة. كيف 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 عرف؟ يا الله. كفتة نقي ورقة انا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ابوك يا القهر يا ليتني معكم. اسمع ياسر انا عندي عمي محجر لي أبيك تبيع تذكرة مباراة الهلال. يمكن ما أقدر أجي. أوكي صرفها بتويتر. عامر ورا ما تنام هالحين امرح. أنا نايم ممرح. وين نايم وانت قاعد ترغي بهالجوال تالي ذا الليول؟ تدري هات الجوال هات الجوال. وين أنا بزر؟ إيه بزر هات الجوال خلنا نمرح. هات 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 الجوال أقولك هاتني. سمسم هات هات يلا امرح امرح. هاي أصلحك. عامر قم تعوض من الشيطان اشغلت لي قم قم يا رجال ورانا مشاوير الواجد. اضربني اضربني هذا هو الطلب. وذا ميت النجيف هذا قم 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 يا ولد قم. وش ذا الازعاج؟ خلاص عشر دقائق واقوم. ما يخالف خذ لك ربع ساعه ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم الحقني يلا يلا وراي. الله الله يا عامر المهمة الأول الذبايح بيض وجه أبوك يا بعدي. أبشر. وين 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 انت وين رايح؟ ما تشوف يا عم مطبخ الذبايح. طيب وش نسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف معصي. لا
وش بيحطونا من الذبايح؟ بيحطونا طعمك سديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشة المطاعم، كون نشتري الذبايح بنفسنا ونختارها يا مال غنيمة. يلا سوق الغنم، يلا يلا ابلش شو؟ ابشر يلا امرش. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا هلا يا عم. الهرافة واللبانيات ابشر بها. كفو والله كفو. اقول ولدي عامر. سمي يا عم. عادي والله بسنا ايدي، اخترنا ذبيحتين نتجمل بو قدام الضيوف. ابشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا تعرف وش ذا؟ خروف. وانا قال لي اسمك يا عامر، قال لي اسمك، ادري انه خروف، لكن هذا يا ولدي سديس هيرش كبير، بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر، لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني. طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي. شوف ذي لباني صغير، 3 أشهر 4 أشهر، هذا لو طبخته وزين الحمى. ايه بس ما فرش لونه. اقول قم بس ضف وجهك، روح جيب الموتر بس قم. يلا ابشر. عادي ابو عطنا اخوه، عطنا اخوه اثنين، عطنا اثنين. ابشر اظهر اليوم ما شاء الله. اخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنايدي يا عامر، الحق الحق على المطبخ نحط الذبايح، ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضرة والفاكهة وندبر كلش ونسنعه ونروح للحيالة نفتحها وننظفها. حتى الخضرة نقضيها بنفسنا. أجل وش تبين نسوي؟ تبين نروح لذا الجوال ذا اللي يطب زون ذا اللي يسمه تطبيج، ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي أي كلام؟ لا معصي، نبي نروح ناكل السوق ونتقضي بنفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر، نجيب الطماط والبصل والخضرة والفاكهة والطيب والتمر بعد. أبلش شو؟ أبشر أبشر يا عم أبشر. أي بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة والعافية. يا كومار كومار يا كومار كومار، عرفك وين راح كومار؟ اجي 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 اجي. السلام عليكم. سلام ورحمة، شلونك طيب؟ كويس كويس. شوف يا كومار، افتح الخيمة ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان، مكيف مخيمة هذا. اوفا، هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح، نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل. ولا تنسى شب على القهوة وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء، لا تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا يلا عط عط المقاضي، نزل الباقي من السيارة. يلا 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 نسنع كلش. يلا سلمت. سمعتم مني يا رجال؟ يعلم الله اللي جاب فكرة إن نقعد هنا بعد عشاء، أشهد بالله إنه رجال قاحي. يعلم الله إنها فكرة حلوة وفنانة. عز الله إنك صدقت، فعلا مكان جميل وحلو وهواء طلق يحبه قلبك. هذه فكرة عامر ما شاء الله عليه، فاجأنا فيها. أي والله ما قصر عامر، جاب الزوالي وجاب المراكي وفرش وسنع كلش، وين يروح؟ جاينا على عمه. عامر 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 ما تسمع؟ سم سم يا عم سم. وشيك أصقه أنت؟ لا لا ما فيني شيء. أبيك الحين توديني للبيت زين، ثم تعود فيه تسنع وتدبر كلش. أنا وأبوك بنجي بسيارتي عقب العشاء. زين زين زين. بعدي والله أبلش شو؟ أبشر أبشر يا عم أبشر. يلا يلا يلا, يلا. أنا قدامك السيارة. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت 6 زوليات أجار يوم واحد. موجود الله يعافيك. أجل حطها لي بالونيت. أبشر. هلا ياسر. ها كم كم؟ لا ما يمدينا أشوفه حتى بالتلفزيون. أما الهلال لقم هدف، أكيد البلاي هو السبب. ما عليك بنعوضها، بنقلب النتيجة. يلا مع السلامة. يا كومار
كمار. ايوه اجي اجي. تعال تعال. ايش في؟ شفت الزوالي ذي؟ ايوه كلهن نزلهن. كويس. سريع سريع بسرعه. ما في مشكله. يعلم الله يا معايا عطر فنان يعجبك. كم ريحته يا اخي فنان. اقول لك هب لنا يا اخي اغنيه اللي تقول باهوتي شاب ومحلا قد لطيفي، ولا تدري من الاغاني حقك. هلا ليت قلبك برد غالي، لا سيل وادي ما سلسلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، باقي واحدة. إيش هذا باقي واحد؟ باقي واحدة أكيد نزلت كل في الصندوق. كله هذا نزل أنا، سيارة هذا كله موجود. بس يا حبيبي أنا قايل له ست زوالي وهذه خمس زوالي. خلنا أروح أشوف إيش صار. روح شوف. سهرت أيامي ما عدت ليالي وحد. يا ست روحي. يا ظهري. ما ادري ما هو قابل لصمتي. يا ابو يوسف في عنك يا ابو يوسف. انا هنا انا هنا ابو سعيد. انا لا اله الا الله حق ولا اله الا الله. هذا مكتوب من عند ربي سبحانه وتعالى. يا ولد يا ولد يا ولد تعال، انا عند ابوك. ايدك دانا ايدك دانا غير علينا. يا ولد يا ولد الله لا يوفقه راعي زولية. هذا طلع راعي مزولية. الله لا يوفقه، شل مزولية حقته وكبنا وراح. الله لا يوفق ظهري ظهري. بسم الله تبارك الحمد لله على السلامة والعافية. يلا يا كمار الفاكهة بسرعة بسرعة. يلا حيهم يلا حيهم. هلا والله ومسهلا. حطه حطه هنا وروح جيب المويه. ما شاء الله ما شاء الله. من اللي فرش الدكني؟ انا. وش رايك؟ فكره ممتازه. بيض الله وجهك ونبوك. الله يبيض وجهك يبا. ابد شفت الجو نفاهات وزين، قلت نستغل الدكه ونفرش هنا. صدقت يا ابوك عز الله طلع منك فايده. فايده؟ هاي فايده يا رجل، كلها زوليتين او ثلاث، وش بعت في خرطي؟ لو سمحت ستة. ست ثمان عشر، وش سويت يعني؟ ترى جار الوحدة بريالين، لا تقتمن علينا دالحين. هذا جزاتي يا عم، أجل تبينا نحشر الضيوف بالخيمة بدون مكيف وبالحر، هذا جزاتي الحين، قلت نحطهم هنا بالدكة نفاهات وبردات، شفت يبا شفت وش يقول عمي؟ وين ذوبك؟ دقيت على أبو يوسف، ما يرد. دقيت على مرة ثانية، جوالها مقفل، وش تبيني أسوي؟ دق على ابو سعيد. تبشر تامر امر. انا عند ابوك انقلبنا يا اخي، الله يقلب جشعتك. سعفنا ودنا معاك اي محل يا اخي. ابشر ابشر اخوي، انا الحين اطلعك وتركب معي. هيا يا اخي خرجني خرجني سعفني. جمالينك. اوه اوه شوي. انا عند ابوك انا عند ابوك. ياو ياو. سلام 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 سلام. رفق 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 على ظهري 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 ظهري. ابو عامر عشاكم وين الساعه 11؟ صار سحور مو بعشاء. الا ضيوفكم وينهم؟ عيدوا خير يا جماعه، عيدوا خير عيدوا خير. جاء العشاء جاء. الحين وش سويت يا اخوي؟ سم العشاء وصل وضيوفك ما جو. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه والله البلشة. قم قم توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابو يوسف وش اللي حاصل؟ احنا وين الحين؟ وش الموضوع؟ اسمع اقول لك وش الموضوع. يا ابن الحلال وصلنا مشوار حقنا. عجيب والله. مو هو هذا اللي جبنا لهم الذبايح، جونهم وذبايحهم سوا. وراكم تاخرتوا. شوفت عينك. هذا هو. الله لا يعافيك. هذا العزولية. اي والله انه هو. الله يهبها في وجهك. الله لا يوفقك. انا ياوه. وش دخلني انا؟ الزولية اكبر من المطب، ورا ما وخرت عنها. بعدين انا ما شفته وهي تطيح، كنت مشغول مكالمة مع ياسر يعلمني شلون البليه يكبنا بهدف. يعني انا مالي دخل، البليه هو السبب. بعدين تعالوا اجلسوا هنا، هذه كلها فاضية، وذي خلاص ربطناها، وبكلم المحل انه ما عاد يأجرها لحد. اركب بديتي. احنا شباب.